يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، فيما يسود ليلا طقس مائل الحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة والجو فيها معتدل، في الأسكندرية 23-16 والجو فيها حار، في مطروح 21-14 معتدل، في بورسعيد 25-20 مائل للحرارة، وفي الإسماعيلية 30-18 شديد الحرارة، في محافظة السويس 28 درجة والصغرى 18 درجة والجو فيها مائل للحرارة، في العريش 24-16 الجو فيها معتدل، في طابة 36-20 الجو فيها حار، في شرم الشيخ 36-25 شديد الحرارة، في الغردقة 34-22 والجو فيها حار، و في الأقصر 38-24 والجو شديد الحرارة، في أسوان 39-25 شديد الحرارة، في الوادي الجديد 36-23 شديد الحرارة، في شلاتين 32-25 الجو فيها حار، وأخيرا في حلايب درجة الحرارة 28 والصغرى 24 والجو فيها حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.